الفكره بقى اللي بنعمل بيها الكلام ده هي الار اف بلس، هي الخطوه الثانيه بقى في الاكوزيشن اللي احنا كنا اتكلمنا عليها. فلما احنا بنبعت ار اف راديشن ات ذا لارمر فريكونسي، اوكي، اللي بيحصل ان بيحصل حاجه زي فليبنج لنت ماجنتايزيشن بزاويه معينه، يعني ممكن احنا نوصلها انها تبقى في الاكس واي بلين، يعني يبقى بمعنى اصح الحاجه اللي كانت في الزي دايركشن هي النت ماجنتايزيشن دي، ممكن نخلي الكومبوننت بتاعتها على الاكس واي بلين يبقى اي كومبوننت انا عاوزها، ممكن اخلي الكومبوننت تبقى هي كلها موجوده عندي في الاكس واي بلين. اوكي، فالار اف راديشن دوت ميزته ان هو عند الارمر فريكوانسي بيبقى ات ريزونانس، النيوكليوس نفسها بتبقى ات ريزونانس وذ الفريكوانسي بتاعت الارمر فريكوانسي دي، فبتابزورب الانرجي دي. لما بتابزورب الانرجي دي بتبتدي تسيب بقى المكان اللي هو بتاع الجراوند ستيت بتاعها اللي هو along الماجنتايزيشن او الماجنتيك فيلد اللي هو بي زيرو، ويبتدي يبقى لها اتجاه تاني مختلف عن البي زيرو دوت، وممكن الاتجاه ده يبقى في الاكس واي بلين او ممكن يبقى اكشوال عكس البي زيرو حتى لو انا اديت انرجي كفايه. فاللي بيحصل ان لما بحط الار اف بالس دي حسب الوقت اللي انا حطيته فيها بيبقى في عندي فليبنج او روتيشن كده لللينك ماجنتايزيشن بتاعي بزاويه ثيتا، والزاويه الثيتا دي بتفضل يعني النت ماجنتايزيشن بتاعي يفضل يلف لغايه لما الار اف ماجنتايزيشن بتاعي اللي انا حاطه ده يتشال. فانا ممكن ان انا اخلي الار اف ماجنتايزيشن يشتغل من اول هنا لغايه هنا وبعد كده اخليه يقف، يبقى معنى كده انا خلاص عملت الفليبنج للماجنتايزيشن بتاعي نت ماجنتايزيشن لايه؟ بزاويه ثيتا، يبقى له كومبوننت دلوقتي على الاكس واي بلين اقدر اقيسها. اوكي، والكومبوننت دي بتبقى طبعا كلها يعني ان سينك مع بعض، يعني كل النيوكليار بتبقى ان سينك مع بعض، فاقدر اقيسها بشكل ايه؟ بشكل يكون يعني اسهل بكتير قوي من ان انا احاول اعمل كده في حاله لما ما يكونش في ار اف بالس. فالفكره تاني ان احنا بنحط ار اف بالس، ار اف بالس دي بتفليب الام نود بتاعي اللي هي النت ماجنتايزيشن بتاعي بزاويه ثيتا، وزاويه ثيتا دي اقدر اتحكم فيها تماما زي ما هشوف بالايكويشنز بعد شويه. وونس ان انا خليت النت ماجنتايزيشن ده ما بقاش في اتجاه الام نود، ما بقاش في اتجاه البي زيرو، يبقى معنى كده الكومبوننت بتاعته على الترانسفيرس بلين بقت دلوقتي سيجنيفيكانت، اقدر ان انا اقيسها بطريقه ابسط بكتير قوي من لما كانت في اتجاه البي زيرو.